الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أن نستمر في قراءتنا لكتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 16 من ذي القعدة لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر السابع لعام 18 و2000. وقد بلغنا الحديث 11. نعم، حديث معاوية، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 11 عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. هذا الحديث فيه منطوق ومفهوم. المنطوق ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحروف: من يرد الله بخير فقه في الدين. المفهوم منه أن من لم يرد الله بخيرا صرفه عن فقه الدين. فإذا وجدت إنسانا أو وجدت حتى نفسك منصرف عن الفقه في الدين، معنى هذا أن الله لم يرد بك خيرا. ربما تجتهد في كل شيء، في معرفة أمر الدنيا، في السيارات، في الهواتف، في الإلكترونيات، في الحيوانات، في الرياضة، في السياسة، إلا الدين ما تفقه منه، فأنت على خطر عظيم. قال جل وعلا: يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا ومن الآخرة هم غافلون. أمر الدنيا يعرف كل شاردة واردة، لكنه لا يحسن صلاته، ولا يعرف فروض الوضوء، بل ولا يعرف التوحيد، ولا يعرف الشركيات، ولا يعرف أحكام الله عز وجل التي تهمه. فهذا أمر خطير جدا. فإذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين، أي فهم الدين فهما صحيحا، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأحكام أو حتى الآداب والأخلاق. يعرف ما هو حق وما هو باطل، يعرف ما هو كتاب السنة ومخالف كتاب السنة، يعرف السنة من البدعة. فإذا أراد الله بك خيرا فقهك في الدين ووفقك إلى ذلك. وهذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعا له بهذا. نعم، الفقه يأتي بمعنى الفهم للدين عموما في جميع يعني فروعه: عقيدة، شريعة، أحكام، أخلاق. ويأتي بمعنى خاص اصطلاحي الفقه، يعني بالأحكام خاصة، فما يدخل في العقيدة والأخلاق والآداب. لكن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المعنى الفقه بشموله لجميع فروع الدين. نعم. هذا الحديث من أعظم فضائل العلم، وفيه أن العلم النافع علامة على سعادة العبد، وأن الله أراد به خيرا. الله أكبر. نعم. والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وأجابه صلى الله عليه وسلم بحدودها. ما معنى بحدودها؟ بحدودها يعني بتعريفها، وقال الحد والتعريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل، قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. آخر الحديث إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. صار هذا هو الدين الذي أرسل الله جبريل عليه السلام على صورة رجل حتى يسأل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، حتى نحن نتعلم الدين. فناسب أن يتعلم المسلم حديث جبريل ويعتني به، يحفظه ويتدبر معانيه ويفقه ما فيه من فقه، لأنه هو الدين كله. نعم. ففسر الإيمان بأصوله الستة، وفسر الإسلام بقواعده الخمس،
وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها، والتحقق به ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة. نعم. ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه، أحكام العبادات والمعاملات والجنايات والجنايات وغيرها. نعم. ودخل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان ومعرفة السير والسلوك إلى الله ومعرفة السير والسلوك إلى الله الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها. نعم. فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه لها. ودخل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا، لحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة. صح. إذن هذا الحديث من أدلة ماذا؟ من أدلة فضل العلم وفضل أهله، فضل العلم والعلماء، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من فضل العلم والحث عليه والأجر في طلبه وفضل العلماء. المقصود ذاك ماذا؟ العلم الشرعي خاصة، ليس كل علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم الشرعي. وقل رب زدني علما، العلم الشرعي. إنما أخشى الله من عباد العلماء، علماء الشرع. لا كما يظنه البعض أن كل علم يعني تدل عليه هذه الأدلة أو تتناول هذه الأدلة، لا. فليس المراد بالعلم الذي له فضل والعلماء الذين أثنى الله عليهم وجعلهم حقا، سائر العلوم كالطب والهندسة والتكنولوجيا والفضاء والزراعة والميكانيكا، لا لا لا، هذه علوم مباحة إن طلبها الإنسان فجائز، إن سخرها في طاعة الله له أجر، وقد سخرها في معصية الله عليه إثم. لكن المراد بالعلم الذي جاء في الأدلة في الحث عليه وفي فضائله والعلماء وما جاء في فضلهم، كل ذلك مراد بإيش؟ العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. في أحد يشك في ذلك؟ ها؟ في أحد وده يسأل؟ لأن بعض الناس يشوف يدخل المدرسة مكتوب إيش على باب المدرسة، ويقول ربي زدني علما، وفيها علوم حتى فيها تربية فنية وتربية موسيقية وتربية رياضية، وفيها جغرافيا وتاريخ، وفيها إنجليزي وفيها فرنسي. هل مراد لما قال الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما أن يزيده إنجليزي وفرنسي وفلسفة ومنطق وجغرافيا وتاريخ؟ لا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أخشاكم الله وأعلمكم بالله، وقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباد العلماء. علماء التكنولوجيا كفار كثير منهم، لا يعني كل واحد كافر، لا. ولو أن الإنسان استخدم التكنولوجيا أو الطب أو الزراعة أو غيرها في نفع المسلمين له أجر على ذلك، في نفع نفسه له أجر على ذلك. لو تعلم حتى يكسب حلالاً يسد حاجته وحاجة زوجته وأولاده له أجر على ذلك. لكن ليست هذه العلوم هي المرادة بالعلم الممدوح في كتاب الله المدعو إليه الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله مثلا طلب العلم فرض على أو فريضة على كل مسلم، ها؟ أو قال من سلك طريقا يلتبس به علما، أو قال علماء ورثة الأنبياء، هذا كله ماذا المراد به؟ العلم الشرعي. طيب، الحديث اللي بعده. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. وقد يدخل في العلم الشرعي أيضا ماذا؟ علم الوسائل، مثل علم العربية، علم مصطلح الحديث،
أصول الفقه هذه وسائل العلم الشرعي، والوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن طلب العلم الشرعي يعني له فضائل، فالوسيلة إليه لها فضل. واضح؟ الوسائل أحكام المقاصد. نعم. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يضعف ويقوى، صح؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذا في مؤمن قوي وفي مؤمن ضعيف، وكلاهما مؤمن سواء كان قويا في إيمانه أو كان ضعيفا في إيمانه، لأن قال عليه الصلاة والسلام هذا المؤمن، سماه مؤمنا وإن كان ضعيفا، وقال وفي كل خير، فهذا ضعيف الإيمان أيضا مؤمن وفيه خير. واضح؟ إذا الإيمان يتفاوت تفاوت عظيم بين شخص وآخر، بين مؤمن وآخر، بل حتى يتفاوت الإنسان نفسه. أحيانا يكون إيش في بعض اللحظات، في بعض المواسم، في بعض الفترات قوي الإيمان، مستعد أن يحافظ على الصلاة وسننها ويذكر الله ويقرأ القرآن وبر والديه، وأحيانا يأتي فتور وضعف، صح؟ أليس كذلك؟ الإنسان هو نفسه يقوى إيمانه ويضعف، فلا يقال أن الناس في الإيمان سواء، لا في أصله ولا في ما يتبعه من الأعمال، الناس تفاوت تفاوت عظيما. فليس إيمان النبي عليه الصلاة والسلام كإيمان إيش أدنى المسلمين، لا، فرق كبير. فهذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان ماذا يا أخوان؟ ها، يزيد وينقص. طيب الآن الإيمان يزيد وينقص، وهل يقال يزيد ويقل؟ وهل يقال يقوى ويضعف؟ نعم، يعني حتى الإيمان اللي هو الجانب العلمي، الجانب العلمي، العلمي مثل العقيدة، هي أخبار، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر، هذه أخبار. نأخذ مثلا على سبيل المثال الإيمان بالملائكة، هل إيمان الناس بالملائكة سواء ولا يتفاوت؟ يكثر ويقل، فمن قرأ وتعلم ودرس عن الملائكة أكثر فإيمانه أكثر من غيره، ممن يعرف إجمالا بأن لله ملائكة، وآخر يعلم عن الملائكة أسماء من ذكر اسمه وصفاتهم الخلقية والخلقية ووظائف الملائكة، منهم يكتب الحسنات والسيئات، منهم خزنة الجنة وخزنة النار، منهم يقبضون الأرواح، منهم يلتمسون مجالس الذكر، منهم ينزلون نصرة المسلمين المؤمنين، منهم حملة العرش، تفاصيل. فكلما زادت معرفتك بتفاصيل ما يتعلق بالملائكة فإيمانك أكثر من قبل أن تتعلم، وأكثر ممن لم يتعلم، صح؟ يكثر. طيب إذا كثر الإيمان ممكن يقل؟ ممكن يقل. كيف؟ ممكن المعلومات التي تعلمتها عن الملائكة مع عدم المدارسة والمراجعة إيش تنسى منها، صح؟ فيقل، فالإيمان يكثر ويقل، والناس تتفاوت فيه، كما أنه يقوى ويضعف. كلما زاد الإنسان بطاعة الله عز وجل قوي إيمانه، وكلما ترك الطاعات ووقع في المعاصي ضعف إيمانه. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة بالمعلومات وبالأعمال فيزيد، وإذا غفل الإنسان عن المعلومات ونسي منها ما نسي ضعف. ولذلك تجد كثيرا ممن يتخرج من الشريعة ولا غيرها معلوماته ضحلة، ليش؟ لأنه ماذا؟ ترك تدارس العلم، حياة العلم ماذا؟ حياة العلم مدارسته، ها؟ وآفة العلم النسيان. لذلك تجد بعض الناس قد درس مثلا في المدرسة أو في الكلية وتخرج وكان يحفظ بعض النصوص المقررة وبعض المسائل المقررة وبعض الشروط وبعض الواجبات وبعض الأسباب، صح؟ لكن بعد ما تخرج توظف له وظيفة إدارية،
لا يدرس العلم ولا يراجعه ولا يدرسه ولا يقرأ فيه ولا يضيف إليه، ماذا يحصل معه؟ صح، يضعف. يعني لو تخرج إنسان مثلا طبيبا واخذ معلومات في الكلية، ثم تجد الأطباء يتفاوتون، لماذا؟ بعضهم أخذ شهادة الطب واشتغل مثلا وظيفة إدارية، مسؤول أطباء ولا مسؤول الإجازات ولا مسؤول العلاوات، صح؟ وآخر لا، أخذ نزل الميدان ودرس وهذا ويضيف معلومات، الأدوية التي تستجد، الأجهزة التي تستجد، الحالات ما اكتشفوه. وذاك تجد الأطباء يتفاوتوا، بعضهم ناس يوصون به، لماذا؟ لأنه حافظ على معلوماته ويزيد عليها ويزيد ويزيد ويزيد، وآخر لا، على أطمام المرحوم، المعلومات اللي أخذها في الكلية لو راح تضعف. هكذا العلم، في ناس يقول لك حفظت القرآن في صغري، يلا سمع، والله ما يبي له مراجعة ولا وراه مراجعة، لماذا؟ لأنه ما عنده عناية. القرآن يتفلت والعلم يتفلت والإيمان يضعف. بعض الناس كانوا دكاترة في الشريعة والعلم الشرعي، فوجه للسياسة، سياسة سياسة سياسة، أخذ ما عاد يتكلم حتى في الدين، حتى صلاة الشكر صلاة عوام ضعفت. الدين يذهب، الإيمان يذهب، العلم يتلاشى. فماذا تحتاج إلى؟ إلى مدارسة، إلى تواصل، إلى مراجعة، ولا لا؟ ما في ناس رياضيين ثم اعتزل اللعب ثم كرش وصار وأنا هذا الأول سبوق اللي يركض، صح؟ ليش؟ خلاص ضعف. العلم كذلك، إذا بعد تركته وما دارسته ولا راجعته، ولا كنت حامل شهادة فلانية ولا اسمك دكتور ولا اسمك كذا، ما في. إذا ما تتدارس، وذاك تجد العلماء عندهم عناية بالعلم، حتى بعضهم يعني يتقدم بالسن وما زال عنده ذاكرة قوية وما زال يستحضر المعلومة، لأنه أصلا ما تركها. لو تركها لا تتركه، على طول يسأل عنها ويستحضرها ويدرس ويخلص كتاب ويشرح كتاب، جيل جيل يذهب جيل، عنده معلومات طازجة، عنده معلومات إضافية. فلا بد أن نعرف هذا، الإيمان يزيد وينقص ويكثر ويقل ويقوى ويضعف، ولا يمكن أن يكون إيمانك ثابتا على درجة واحدة، هو باستمرار يا أخوان، يا في زيادة يا في نقصان. لو سبحت لله تسبيحة زاد، لو نظرت نظرة محرمة نقص، لو تكلمت بكلمة حق زاد، كلمت باطل ضعف، سببت أحدا ضعف، اخطبت أحد ضعف، ذكرت الله نصحت تصدقت زاد. إذن هو في كل لحظة إيش قابل إيش للزيادة والنقصان، حتى في النوم ولا لا؟ هذه قوية. شو في النوم؟ طيب واحد نام وفي نيته أن يتقوى على طاعة الله، حتى نومه هذا إيش يزيد في إيمانه ولا لا؟ لو إنسان قال أنا أريد أن أنام مبكرا حتى أصحى لصلاة الفجر، ورانا صلاة فجر، وبعض الناس يقول هالكلام، بعض الناس يقول لا تو الناس تو الناس قبل الفجر بساعة ينام، وإلا به ما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس 3-4 ساعات أو يمكن الظهر بعد. فهذا الذي نام محتسبا ليقوم لصلاة الفجر، هذا النوم فيه أجر. الكلمة الطيبة تدخلها على أخيك، تدخل السرور عليه، فيها أجر. الابتسام في تبسمك في وجه أخيك صدقة. يقدر المسلم يأخذ صدقات كثيرة وأجور كثيرة بالعلم، بالنية، بالتعلم، بالتفقه. تجد الليل والنهار يكسب حسنات، وذاك الغافل الليل والنهار تفوت الحسنات إن لم يقع في السيئات. فالإيمان لا يكون إيش ثابتا بشكل مستمر، إما قولوا معي إما في زيادة وإما في نقصان. والمؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوي كيف يعني؟ يعني يلعب حديد قوي؟ لا، قوي في إيمانه، في اعتقاده، في يقينه، في ثقته بالله، في توكل على الله، قوي في إقدامه على الأعمال الصالحة المبادر عليها، قوي في اجتناب ما حرم الله، قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي لكي يقع عليه بالفاحشة، فقال: إني أخاف الله. هذا قوي الإيمان، يعني تهيأت له الأمور وذات منصب وجمال ما رضى، قال: إني أخاف الله، كما فعل يوسف عليه السلام، قال: معاذ الله. آخر لا، هو يذهب إلى الفواحش، يذهب إلى أرض النساء وأرض الأماكن
إذا هذا فرق كبير بين هذا وهذا. فهذا قوة الإيمان. مش قوة الإيمان أن الإنسان يكون عنده عضلات. طيب لو واحد عنده عضلات بعد طيب طيب عضلات يستعملها في طاعة الله، كان يجاهد في سبيل الله أو يصد أهل المنكر أو يعين الناس، هذا جيد، أو يحرس، هذا جيد. ليس ذات العضلات ولكن إيش استعمالها في طاعة الله، ويمكن بعد يعضل ويضرب فيها الناس ويعمل لص ولا يعمل مجرم، صح؟ إذن هذه الأمور تكون هي لغيرها لا لذاتها، لغيرها لا لذاتها. فنستعملها في طاعة الله كان له في أجر، ونستعمل في معصية الله كان عليه وزر إثم سيئات، وإن لم يأتي على باله لا حسنات ولا سيئات، بس إيش يبي يكشخ بجسم حلو، هذا ماله لا أجر ولا عليه إثم. ولكن المسلم لا يفوت أن يحتسب في كل شيء الأجر والثواب. احتساب، احتساب ما هو شيء ثقيل حملته على رأسك ولا على عاتقك. احتسب أن كل ما تأتي وما تذر، حتى لو تأكل، حتى لو تشرب، حتى لو تلبس، لا يفوتك كثير من الأجور تفوت. اليوم كل واحد يوميا يرتدي القميص وينزعه، يا أخي ارتديه على السنة، ادخل يمين قبل الشمال، إيش خسران؟ تنتعل، انتعل باليمين قبل الشمال، تنزع نعلاك، نعليك ها الشمال قبل اليمين، إيش خسران؟ خسران شيء؟ هي يعني. استحضر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، أطبق اليمين أخذ أجر. واحد يأكل حتى البهائم تأكل، لكن المسلم يأكل يتحرى الحلال دون الحرام، يأكل بيمينه، يقول بسم الله، خلاص فرغ من الطعام، قال الحمد لله، حصل له ما لم يحصل لغيره. هو كلهم أكل، حتى المسلم الكافر يأكل، لكن المسلم إن الله يرضى عن العبد يأكل أكله فيحمد عليه، ويشرب الشربة فيحمد عليه. يرضى الله عنك إذا حمدت الله، يعني يرزقك ويطعمك فتحمده فيرضى عنك، فضل عظيم. يفوت كثير من الناس، قد يضع الطعام بشماله، قد لا يسمي الله فيأكل معه الشيطان، قد لا يحمد الله ولا يشكره، تفاوت. فهذا كله يحصل متى؟ بالتفقه في الدين. كل ما تفقهت في الدين عرفت كيف تكسب الحسنات وكيف تنجو من السيئات. قال وفي كل خير، هذا دليل على أن المؤمن وإن ضعف إيمانه، كيف يضعف؟ بفعل المعاصي، بالتفريط بالفرائض، يبقى مؤمن لكن ضعيف الإيمان. قال وفي كل خير. ثم اسمع إلى هذا الكلام العجيب المرتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قد أوتي ماذا صلى الله عليه وسلم؟ أوتي موضوع كتاب إيش؟ جوامع الكلم. أوتي جوامع الكلم، قال استعن، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كلام مختصر لكن قال احرص، خلك حريص، لا تفرط، حريص. لكن ماذا قال؟ على ما ينفعك. وفي ناس حريص على المعصية، حريص على أكل الحرام، حريص على نغش الناس، حريص على حب الشهرة، حريص على الفضائح، حريص على الغيبة، على استهزاء بالناس، حريص. هذا اسمه حريص، هذا اسمه حريص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحرص أن يكون ماذا؟ على ما هو نافع، نافع في أمر دينك ولا دنياك؟ ديني ودنياي. خليك حريص على ما ينفعك، إن كان نافعا في دينك أو دنياك خليك حريص، لا تفرط، وخليك ماذا؟ على النافع بالذات، حريص على النافع. وبعد قال واستعن بالله، اطلب العون من الله، لأن مهما تكون ذكيا قويا حريصا عالما مبصرا، ما لم يعنك الله فأنت مخذول، لابد من عون الله. فعلق قلبك بالله دائما، تريد منه ماذا؟ العون. إياك نعبد وإياك نستعين. ما تستطيع أن تصنع شيئا لا لنفسك ولا لغيرك، لا في الدين ولا في الدنيا، ما لم يعنك الله عز وجل. والله إذا ما أعانك الله ما تستطيع تسبح لا تسبيح. سبحان الله، شوف خفيف هذا، سبحان الله، ما تقدر تقولها إن ما أعانك الله. لابد من العون. فعلى المسلم أن يستعين بالله، يطلب من العون في كل صغير وكبير، حتى ما يراه سهلا وهينا أيضا يطلب من الله العون. نعم، إذا ما عانك الله ما تستطيع. من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب إذا ما عانك الله ما تستطيع. خلي واحد في نعاس شديد، قل له قل لا إله إلا الله، ما نايم صح، ولا في بنج، ولا في غيبوبة، ولا في هول حريق ولا انفجار،
لو تقول لي ايش اسمك ما ادري، ما ادري وين اليمين من الشمال، صح؟ اذا ما ثبتك الله واعانك الله ما تستطيع. فناسب انك تكون حريصا وعلى ما ينفع ومستعينا بالله. قال ولا تعجز. اربع كلمات. العجز هو ان تترك شيء مع قدرتك على فعله. قال ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يستطيع مع ذلك ها عاجز. ذاك ما في منا من احد الا ويستطيع ان يحفظ باليوم ايه من القران واحده يا عبد الرحمن، تقدر او تقدر؟ كم يوم مر عليك ما حفظت ايه واحده؟ ايام، صح؟ يعني معنى هذا ان نستطيع ونترك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجز، لا تدع شيئا انت قادر عليه، فاذا فعلت ما تستطيع ان تفعل او تمكنت من فعل ما تستطيع ان تفعل فلا تتركه عجزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، ها استعن بالله ولا تعجز. كلام مرتب، كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. قال فلا تقل لو اني فعلت كذا. وان اصابك شيء يعني مما تكره، يعني فاتك محبوب او اصابك مرهوب، يعني صابك شيء مما يحزنك او يضرك او يسيء اليك، او فاتك شيء من الخير والمصلحه فات قدر الله، فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا على سبيل التحسر على ما مضى، لا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله، أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو انشغال به لو 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 قال تفتح عمل الشيطان. لا تقل لو على ما مضى، أنت ابن اليوم، تقول والله إيش ما حفظت من أول، خلي ما حفظت من أول راح، الآن أنت ابن اليوم. لا تتحسر على ما مضى فلا ينفعك، إلا أن يكون هذا التحسر فيه شيء من الندم، يعني من باب التوبة، ندمت أنك فعلت كذا وكذا، فالندم توبة يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قدر الله وانتهى الأمر فلا تشغل نفسك فيما مضى، ولكن قل قدر الله ما شاء فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال الشيخ هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة، فمنها إثبات المحبة صفة لله وأنها متعلقة إثبات المحبة، الله عز وجل يحب ويحب، بدليل قال خير وأحب إلى الله، إذا الله يحب والله يحب كما قال جل وعلا فسوف يتلى بقوم يحبهم ويحبون، هذه من صفات الله، صفات الكمال. نعم. وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، ودل على أنها تتعلق بإرادته، متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، يحب الأعمال الصالحة ويحب الصالحين، يحب أعمال الإيمان ويحب المؤمنين. نعم. ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته، وأيضا تتفاضل، تتعلق بإرادته ومشيئته. إذن صفة الحب لله صفة فعلية، لأن متى شاء أحب من أحب، واضح؟ وأيضا تتفاضل، يحب المؤمن القوي ويحب المؤمن الضعيف. كيف عرفنا؟ من كلمة أحب، لأن أحب هذا اسم تفضيل، يعني الله عز وجل يحب المؤمن الضعيف ويحب المؤمن القوي أكثر. نعم. فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه. وهذه الشعب التي ترجع إلى شعب، يعني إيش الشعب؟ فروع. الشجرة لها إيش؟ شعب، لها جذع ولها فروع فتسمى شعب، كذاك الإيمان له أصل وله شعب. نعم. وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان، أعمال ظاهرة أعمال باطنة، أعمال القلوب تسمى أعمال باطنة، مثل الخوف الرجاء الرغبة الرهبة الحياء، هذه أعمال القلوب. وأعمال ظاهرة مثل الركوع والسجود والدعاء والمشي إلى المساجد، هذه أعمال ظاهرة. نعم. فمن قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان. ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. وهذا من أدلة السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله،
وهذا الأصل قد دل عليه. طيب هذا من أدلة السلف أن الإيمان يزيد وينقص بخلاف من الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة والجبرية اللي هم الجهمية. هؤلاء يقول لا يزيد وينقص، معصية واحدة كافر أو خارج عن الإسلام، وهؤلاء يقول لا يزيد وينقص مهما تفعل بالمعاصي، المرجئة الجهمية الجبرية. وأما أهل السنة فقال لا، الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. نعم. وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. ولما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم، خشي من توهم القدح في المفضول، فقال وفي كل خير. وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. نعم. وكذلك في الجانب الآخر، إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينها، فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينها من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب والسنة. نعم. وفي هذا الحديث يعني حتى الكفر والنفاق والظلم، في ظالم في أظلم، وفي كافر في أكفر، صح؟ ثم ازدادوا كفرا. والنفاق أيضا متفاوت، في نفاق أكبر في نفاق أصغر، والفسق كذلك والجاهلية كذلك، كما أن الإيمان والإسلام والإحسان والبر والتقوى والاستقامة أيضا هذه تتفاوت. نعم. وفي هذا الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، قال تعالى ولكل درجات مما عملوا. نعم. ويجمعهم ثلاثة أقسام: السابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وكملوا ما باشروه من الأعمال واتصفوا بجميع صفات الكمال. هؤلاء السابقون الخيرات، فمنهم سابق بالخيرات، يعني أتوا بالواجبات والمستحبات والكمالات، وتورعوا حتى عن المكروهات، بل ولم يتوسعوا في المباحات. هذولي من السابقين إلى الخيرات. طيب ومنهم ثم المقتصدون الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات. ثم الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. من هؤلاء من المؤمنين؟ كلهم من المؤمنين، وكلهم سينجون يوم القيامة، وكلهم مصيره سيكون إلى الجنة، سواء كان من إيش؟ من السابقين بالخيرات، أو من المقتصد، أو من الظالم نفسه. ظالم نفسه ليس بكافر، عنده معاصي، عنده خلط، فهؤلاء كلهم سيدخلون الجنة برحمة الله وفضله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كلام جامع نافع محتوى على سعادة الدنيا والآخرة. الله أكبر. نعم. والأمور النافعة قسمان: أمور دينية وأمور دنيوية، والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية. طيب يعني الآن تكلم أو ما تكلم على إيش؟ الأمور النافعة دينية ولا دنيوية؟ دينية ودنيوية. يعني لو واحد حرص على دراسته، دراسة مدرسة ما هي شرعية، دراسة عامة، داخل في حرص على ما ينفعك داخل. لو بعد في شيء عظيم في الدراسة، وهو أنك تفرح والديك ما يبون لك شيء، يبون لك تتفوق. سمعت عبد الرحمن؟ إذا أنت في نيتك تتفوق الدراسة حتى تدخل السرور على والديك، لك أجر في ذاك يا خالد، لك أجر. ما تؤذي والديك، كل يوم غايب، كل يوم استدعى ولي أمر، كل يوم راسب، كل يوم تعمل درس خصوصي، كل يوم مفاهم، كل يوم متهاوش، تغص والديك أنت. يعني أنت لمن تحرص حتى على الدراسة الدنيوية وفي نيتك بر والديك، هذا صار أجر عظيم، من أعظم الأعمال الصالحة بر الوالدين. فبإمكانك أنت في حياتك، في يومك، في ليلك، في أكلك، في شربك، في ذهابك، في إيابك، في حضرك، في سفرك، تقسم الحسنات ما الله بعليم، وتتجنب من السيئات ما الله بعليم. بس تفقه في الدين، اعرف كيف تكسب الخير موجود، لكن اعرف كيف تكسب من الحسنات، فتكون حريصا
على أمورك الدينية والدنيوية. نعم. والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية، فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد على الأمور النافعة منهما مع الاستعانة بالله تعالى. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله وعنوان فلاحه. ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلانا لم يدرك شيئا. فالكسل هو أصل الخيبة والفشل، فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. ومتى كان حريصا ولكن على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو مفوتة للكمال، كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخير وحصول الشر والضرر. فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بصدق اللجأ إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلها، وأن لا يتكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه، فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأحوال وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر غاية الاضطرار إلى معرفة الأمور النافعة التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها. فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه. نعم. ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. نعم. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها. ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذا الذي ذكرناه واستعان بالله أعانه الله وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. وأما الأمر الثاني وهو العمل الصالح، فهو العمل الذي جمع الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التقرب إلى الله باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال وما يستحقه على عباده من العبودية، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وتصديقه وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم في كل خبر أخبر به عما مضى وعما يستقبل عن الرسل والكتب والملائكة وأحوال الآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب وغير ذلك. ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده من حقوق الله وحقوق خلقه، ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات خصوصا المؤكدة في أوقاتها مستعينا بالله على فعلها، خصوصا المؤكدة، يعني في السنة المؤكدة اصطلاح، هذا هو ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يقال عنه السنة مؤكدة، واضح؟ فالمؤكدة على اسمها يعني هي أكثر كان حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فمحافظ عليها أولى من السنة التي فعلها أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مؤكدة. نعم. خصوصا المؤكدة في أوقاتها مستعينا بالله على فعلها وعلى تحقيقها وتكميلها
وفعلها على وجه الإخلاص الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية. نعم. وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات وخصوصا التي تدعو إليها النفوس. ترك المحرمات أيضا يعني يتركها لله عز وجل، في فرق، واحد يترك المحرم لله، في واحد يترك المحرم ما يعرف عنه أنه محرم ولا يتعرض له ولا يمر عليه، وفي واحد يترك المحرم لأنه غير قادر أن يفعله، فرق كبير. أكمل هؤلاء من الذي يترك المحرم لأن الله حرمه فهو يجتنبه طاعة لله، لأن طاعة الله كيف تكون؟ بامتثال المأمور واجتناب المحظور، فهو يترك الحرام لأن الله حرمه. آخر يترك الحرام ما يعلم عنه أنه حرام، في حاجة محرمة اسمها كذا ما يأتيها ولا سمع بها ولا عرفها، هذا ما عليه إثم ولا له أجر. وفي آخر يترك الحرام لأنه ما يستطيع أن يفعله، هو لو استطاع أن يشرب خمر لشرب الخمر لكن ما عنده مال، أو مريض، لو استطاع أن يسرق لسرق لكن ما يتمكن، لو استطاع أن يفعل ما حرم الله من فواحش لفعل لكنه ما يستطيع، فهذا عليه إثم. ومتى ما استطاع أن يفعل فعل، معنى أنه إيش؟ حريص على أن يفعل ما حرم الله، فهذا عليه إثم وإن لم يفعل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بالسيفين فالقاتل والمقتول في النار، قاتل ومقتول في النار. قالوا: هذا قاتل يعني يستحق النار لأنه قتل، طيب المقتول؟ قال: فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه وما استطاع أن يقتل، ما استطيع لقتل. فقال متوعدا إياهم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فلا بد أن تترك المحرمات حتى لك أجر وثواب لأن الله حرمها. نعم. قال: وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات. وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات وخصوصا التي تدعو إليها النفوس وتميل إليها، فيتقرب إلى ربه بتركها لله كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. فمتى وفق العبد بسلوك هذا الطريق في العمل واستعان الله على ذلك أفلح وأنجح، وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور ونقصه بحسب ما فاته منها. نعم. وأما الأمور النافعة في الدنيا فالعبد لا بد له من طلب الرزق، فينبغي أن يسلك أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله، وذلك يختلف باختلاف الناس، ويقصد بكسبه وسعيه القيام بواجب نفسه وواجب من يعوله ومن يقوم بمؤنته، وينوي الكفافة والاستغناء بطلبه عن الخلق، وكذلك ينوي بسعيه وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية من الزكاة والصدقة والنفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف على المال، ويقصد المكاسب الطيبة متجنبا للمكاسب الخبيثة المحرمة. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة وسلك أنفع طريق يراه مناسبا لحاله، كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب إلى الله بها. نعم. ومن تمام ذلك ألا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته وحذقه بمعرفة الأسباب وإدارتها، بل يستعين بربه متوكلا عليه راجيا منه أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحها وأقربها تحصيلا لمراده، ويسأل ربه أن يبارك له في رزقه. فأول بركة الرزق أن يكون مؤسسا على التقوى والنية الصالحة، ومن بركة الرزق أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة، ومن بركة الرزق ألا ينسى العبد الفضل في المعاملة كما قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، بالتيسير على الموسرين وإنظار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل أو كثير، فبذلك ينال العبد خيرا كثيرا. فإن قيل: أي المكاسب أولى وأفضل؟ قيل: قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من فضل الزراعة والحراثة، ومنهم من فضل البيع والشراء، ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرف ونحوها، وكل منهم أدلى بحجته. ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمنهم من تكون الحراثة والزراعة فأفضل في حقه، ومنهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة التي يحسنها أفضل في حقه، فالأفضل من ذلك وغيره الأنفع،
فصلوات الله وسلامه على من أعطي جوامع الكلم ونوافعها. صحيح. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حض على الرضا بقضاء الله وقدره بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في الحرص على النافع. فإذا أصاب العبد ما يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلها، بل يسكن إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه ويسكن قلبه وتستريح نفسه. فإن لو في هذه الحال تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر واعتراضه عليه وفتح أبواب الهم والحزن المضعف للقلب. وهذه الحال التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الطرق لراحة القلب وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة، وهو الحرص على الأمور النافعة والاجتهاد في تحصيلها والاستعانة بالله عليها وشكر الله على ما يسره منها والرضا عنه بما فات ولم يحصل منها. واعلم أن استعمال لو يختلف باختلاف ما قصد بها، فإن استعملت في هذه الحال التي لا يمكن استدراك الفائت فيها فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان كما تقدم، وكذلك لو استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها مذمومة وصاحبها آثم، ولو لم يباشر المعصية فإنه تمنى حصولها. هذا استعمال لو في هذين الموضعين يعني مذموم. الأول ما دل عليه الحديث، وقعت الواقع وقعت مصيبة، هو إيش مشغول؟ لو أني فعلت، لو أني فعلت، لو أني ما استعجلت، لو أني شريت، لو أني فعلت، لو أني سافرت، لو أني ما قلت، خلاص تفتح عمل الشيطان. الثاني لو يتمنى الحرام، لو عندي المال الفلاني لفعلت الفاحشة الفلانية، لو عندي قوة لظلمت فلان، لو أستطيع لسرقت، لو أستطيع لفعلت، لو أخذت الرشوة. هذا يتمنى بلو أن يفعل الشر، هذا عليه إثم. بينما لو تمنى الخير، لو أن عندي علم لدرست الناس، لو أن عندي قوة لدافعت عن المسلمين، لو أن عندي سلاح لجهاد في سبيل الله، لو أن عندي قدرة لنهيت عن المنكر، هذا طيب، له أجر على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، ما شاء الله مال وعلم، قال فهو يتقي فيه ربه هذا المال، ويصل فيه رحمة، ويعرف أن الله فيه حقا، فهو بأعلى المنازل علم مال. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، ولكن يقول: لو كان عندي مثل ما عند فلان اللي عنده علم ومال لعملت بعمله، وهو في نيته نفس النية. قال: فهما في الأجر سواء. الأول إيش عنده؟ علم ومال، سخره في طاعة الله واتقى الله فيه وصف أرحامه. الثاني عنده علم لكن ما عنده مال، لكن تمنى لو عنده لفعل مثل ما يفعل هذا الرجل. طيب القسم الثاني قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، مال، قال فهو لا يتقي فيه ربه، ولا يعرف الله فيه حقا، ولا يصل في رحمه، المعاصي والفجور فقط. قال فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يأت الله مالا ولا علما ويقول: لو كان عندي مثل ما عند فلان لعملت بعمله، وهو بنيته، فهما في الوزر سواء. شفت؟ يعني أنت وأنت على فراشك ممكن تتمنى الخير فلك أجر، ممكن تتمنى الشر، لو تمكنت لفعلته، جازم عليك إيش إثم. فدائما تمنى الخير، واللي يتمنى الخير دائما والعمل الصالح متى ما تمكن ولو بجزء منه استطاع أن يفعل. ومن يتمنى الشر والسيئات والمنكرات متى ما استطاع أيضا لفعل. فلو إذا على ما مضى متحسر يقول: لو فعلت ولو فعلت، هذا تفتح عمل الشيطان. لو أن عندي ليفعل المعاصي، هذا أيضا محرمة. طيب أما إذا استعملت وأما إذا استعملت في تمني الخير أو في بيان العلم النافع فإنها محمودة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب لو استعملت في تمني الخير، بينا هذا، لو عندي علم، لو عندي قوة، لو عندي مال، أو في بيان العلم النافع أيضا، هذه في الشرح واحد يشرح: لو قال رجل كذا وكذا، لو مات ميت وخلف كذا كيف يقسم، لو قال الرجل لزوجتي أنت كذا وكذا، ها، لو اشترى تاجر كذا باع كذا، هذا العلم واضح، هل لا بأس به
وفي أجر يتعلم العلم. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لبيان أن الحدود لابد أن تطبق، فهذا لا بأس به. نعم. وهذا الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعة، ومن لازمه اجتناب الأمور الضارة مع الاستعانة بالله، يشمل استعماله والأمر به في الأمور الجزئية المختصة بالعبد ومتعلقاته، ويشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة. فعليهم جميعا أن يحرصوا على الأمور النافعة وهي المصالح الكلية، والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع مما يناسب الوقت من القوة المعنوية والمادية، ويبلغوا غاية مقدورهم في ذلك، مستعينين بالله على تحقيقه وتكميله ودفع جميع ما يضاد ذلك. وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها معروفة. نعم. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل بالأسباب النافعة، وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، ولا يتم الدين إلا بهما، بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهما، لأن قوله احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص عليه نية وهمة فعلا وتدبيرا. نعم. وقوله واستعن بالله إيمان بالقضاء والقدر، وأمر بالتوكل على الله الذي هو الاعتماد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودفع المضار، مع الثقة التامة بالله في نجاح ذلك. فالمتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يتعين عليه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه، وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته، والله المستعان. بارك الله. نكتب على القدر، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.